من الميادين السلام عليكم. هذه نشرة رياضية المفصلة. يد الغدر تستهدف مرة جديدة الجسم الرياضي السوري. شهيد وعدد من الجرحى ضحية سقوط قذائف هاون على مدينة الفيحاء الرياضية في العاصمة السورية دمشق. لاعب المنتخب الوطني في التايكواندو محمد علي نعمي سقط متأثرا بجراحه وأصيب عدد من العاملين في المدينة بجراح. اللواء موفق جمعة رأى أن العمل الإرهابي يأتي استكمالا لاستهداف المنشآت والمدن الرياضية. رئيس الاتحاد الرياضي العام نقل عن رياضيي الفيحاء تأكيدهم على مواصلة مشوارهم وعدم الخنوع أمام المجموعات المسلحة لرفع علم بلادهم في المحافل الدولية. ترحيب واسع لاقته توصيات مجموعة العمل الخاصة في فيفا لتحسين أوضاع كرة القدم الفلسطينية. الشيخ سلمان بن إبراهيم أعرب عن أمله في أن تحرر هذه القرارات حركة اللاعبين والحكام والمسؤولين والمعدات من وإلى الضفة الغربية. رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رأى في تعيين ضباط ارتباط في كل اتحاد واعتماد مواعيد نهائية لتقديم طلبات التصاريح خطوة متقدمة بين الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي. البحريني تمنى ألا يواجه الاتحاد القاري يتمشاكل مشابهة مستقبليا وحث فلسطين على استضافة المزيد من البطولات الآسيوية. ملاكمو الجزائر يستعدون للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج في البرازيل. بين الطموح واكتساب الخبرة يتبين الهدف من المشاركة وأمال بحصد الذهب بالرغم من ليونة عود غالبية أفراد البعثة. تسعى الرياضة الجزائرية لإثبات نفسها في كل المحافل. منتخب الخضر في رياضة الكيك بوكسينج يستعد للبطولة العالمية المقررة في مدينة ساو باولو نهاية الشهر الحالي. الملاكمون باشروا التحضير في معسكر داخلي ثان، تركيز كبير منصب لنيل المراد. وان شاء الله رانا نطرينو باش نديروا احسن، باش نديروا شوكينو ديمون في البرازيل ان شاء الله نجيبوا نتيجه وماذا بيا انايا ميداي دور، ماذا بيا رايح دمى باش ندير ميداي دور ونجرح الجزائر. 30 ملاكما يتدربون يوميا على مدى 10 أيام. يشرف على المنتخب المدرب الوطني عدنان والي. الطاقم الفني سيختار الافضل خلال المعسكر الثالث المقبل قبل التوجه الى بلاد السامبا. ورانا في تحضير، عندنا مجموعه من رياضيين نخبة، ومنهم إن شاء الله راح نختاروا مجموعة صغيرة باش يروحوا إن شاء الله بطولة العالم. حمزة حطاب بطل الجزائر 5 مرات وبطل أفريقيا لوزن 63 كيلوغراما يعتبر أبرز أعضاء الخضر. الخبرة الكبيرة لحطاب يقابلها عدد لا بأس به من الملاكمين المفتقدين للخبرة الدولية. الأمل الجزائري بحصد الذهب مشروع، لكن النية تكمن في اكتساب الخبرات. شبح العدوان على سوريا يطارد تركيا رياضيا خلال عرض ملفات الدول الراغبة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2020. رئيس ملف اسطنبول حسن أرات واجه سؤالا صريحا في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، ماذا لو حصلت ضربة عسكرية على سوريا؟ أرات بدأ محرجا، أجاب أن هذه القضية عالمية ويتعامل قادة العالم معها الآن. اللجنة الأولمبية الدولية ستصوت يوم السبت المقبل لاختيار ملف الفائز بشرف التنظيم من بين مدن اسطنبول التركية ومدريد الإسبانية وطوكيو اليابانية. دعم ليونيل ميسي لمدريد زاد الطين بلة، والمسؤولون الأتراك ادعوا عدم تأثر ملف اسطنبول بالحملة الترويجية التي يقودها نجم برشلونة لملف العاصمة الإسبانية. تركيا اعتبرت أن الخطوة الأرجنتيني لن تقف حائلا بوجه التطلعات التركية ولن تؤثر في طبيعة عقده مع شركة خطوط الطيران المحلية. المسؤولون الأتراك أعربوا عن ثقتهم الزائدة في فوز ملف مدينتهم، اعتبروا أن منحهم حق الاستضافة يمثل الفرصة الأولى لجلب الروح الأولمبية إلى منطقة قريبة من العالم العربي. الثقة بأرسن فينجر تقود مسعود أوزيل إلى أرسنال. لاعب الوسط الألماني كشف في أول مقابلة له بعد وصوله لندن سبب تفضيله الانخراط في كتيبة المدرب الفرنسي على البقاء في ناديه السابق ريال مدريد. اللاعب الألماني الأغلى استعلم مسبقا في مكالمات مطولة مع فينجر عن الدور المطلوب منه في تشكيلة الغانرز. أوزيل أعلن صراحة ارتياحه إلى رأي المدرب الفرنسي به في ظل ملازمته دكة بدلاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ابن 24 عاما عدد
أسباب انجذابه إلى استاد الإمارات، إتقان فينجر اللغة الألمانية ووجود زميله السابق في فيردر بريمن المدافع بير ميرتساكر، إضافة إلى رفيق دربه في المنتخب لوكاس بودولسكي. قبل استكمال تفاصيل نشرتنا نجول مع أماني مهنا على أبرز ما تناولته الصحف العالمية والعربية. تفضل أماني. شكرا لك محمد. سنبدأ جولتنا اليوم من الصحافة العربية. في ظل الحديث عن انتقال اللاعبين، الشرق الأوسط السعودية ذهبت بعيدا عن سوق الانتقالات وكتبت: الأبعاد الجمالية والفلسفية لأهداف اللاعب ميسي في كتاب. فيلسوفان أمريكيان يكتبان عن ظاهرتي الغموض والانجذاب في الحياة. المقال يتحدث عن كتاب نشر للفيلسوفين هربرت درافيس وشون كيلي، يعرضان فيه أوقات الانجذاب التي تملأ حياة الإنسان، ويأخذان مثلا طريقة لعب ميسي والمراوغة، ويضيفان: لو سألت المشاهد الذي تلاشى عن نفسه مع كل لاعب يتخطاه ميسي سيقول: لم أشعر بنفسي، الكل في لحظة ما انجذب لحدث ما وشعر بأنه جزء منه. جملة فلسفية من الصعب فهمها، ولكن هذا ما كتبه الكاتب في هذا المقال. نبقى في الصحف العربية ومع اليوم السابع المصرية التي كتبت راموس: الأطفال ضحية الصراع في سوريا. كاتب المقال نقل عن مدافع ريال مدريد الإسباني تغريدة عبر تويتر كتب فيها: هناك 4 ملايين طفل سوري يعانون بسبب الحرب، الصراع في سوريا لا شك أنه يغتصب الطفولة. من الصحف العربية إلى الصحف الأجنبية وتحديدا الصحف الإسبانية، منها: رونالدو وميسي جديدان في المواجهة الصحفية. صحيفة ماركا نشرت في نسختها الإنجليزية جاريث بيل ونيمار في أول مواجهة. يقصد المقال المواجهة الصحفية لا الرياضية. ففي استطلاع أجرته صحيفة ماركا كشفت أن الويلزي جاريث بيل يتفوق على خصمه الكتالوني الجديد نيمار. ماكينتا الأهداف الجديدتان ستشعلان الليغا الإسبانية بحسب الصحيفة. وفي إسبانيا أيضا كتبت آس: كاسياس خارج حسابات ديلبوسكي قبل مواجهة فنلندا. المقال تحدث عن استبعاد الحارس إيكر كاسياس من تشكيلة ديلبوسكي التجريبية وعن استبداله بفيكتور فالديز، تماما كما يفعل لوبيز في ريال مدريد بحسب الكاتب. نختم جولتنا مع صحيفة اندبندنت البريطانية وخبر من عالم الكرة الصفراء هذه المرة: خروج فدرار من فلاشينغ ميدوز يفقده الثقة بنفسه. المصنف أولا سابقا يخشى الخروج من نادي الثمانية الأوائل في التصنيف العالمي بعد إقصائه على يد تومي روبريدو. الحالة النفسية لفدرار استدعت تدخل الصربي نوفاك ديوكوفيتش. المصنف أولا دعا الجميع إلى الكف عن التدخل في شؤون الأسطورة السويسري. مع هذا الخبر وأخبار التنس ننهي هذه الفقرة الصحفية وعودة إليك محمد. شكرا لك يا أماني. الهولندي كلارنس سيدورف أفضل لاعب أجنبي في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم، ابن 37 عاما حافظ على صدارة تصنيف وكالة الأنباء الإسبانية. لاعب وسط بوتافوغو انتزع صدارة الأسبوع الماضي من هداف فيتوريا ماكسي بيانكوتشي قريب ميسي. التقدم في السن لم يقف حائلا بوجه الهولندي الأسمر، استطاع تسطير إنجازات جديدة في أمريكا اللاتينية بعد مسيرته المميزة في القارة الأوروبية مع عدد من كبرى الأندية. ديوكوفيتش وموراي يطرقان باب الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، وسيرينا ويليامز تخوض غمار المربع الذهبي لآخر البطولات الأربع الكبرى. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أفضل عروضه في استاد آرثر آش قدمها الصربي نوفاك جوكوفيتش، حقق فوزا سهلا على الإسباني مارسيل جرانويرز بثلاث مجموعات نظيفة. المصنف أول ضرب موعدا مع الروسي ميخائيل جوجني الفائز على الأسترالي ليتون هويت. اختبار صعب تعين على البريطاني أندي موراي اجتيازه أمام الأوزبكي دينيس أستومن. حامل اللقب بذل جهدا كبيرا ليفوز على المصنف 65 عالميا بثلاث مجموعات لواحدة ليلتقي السويسري ستانيسلاس فافرينكا. مفاجأة على صعيد الترتيب حققها فافرينكا المصنف تاسعا على التشيكي توماس بيرديتش المصنف خامسا. لدى المدرب الناعم وجهت الأمريكية سيرينا ويليامز تحذيرا لزميلاتها بعد إحكام سيطرتها على لقاءات فلاشينغ ميدوز. المصنفة أولى بلغت نصف النهائي على حساب الإسبانية كارلا سواريز بمجموعتين نظيفتين، موعد ضربته الأمريكية مع الصينية نالي.
طقس غائم ورياح شديدة تغلبت عليها نا المصنفة خامسة حققت أول تأهل للصين إلى نهائي أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزها على الروسية إيكاترينا ماكاروفا. كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرتنا الرياضية المفصلة. أشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.